من الميادين السلام عليكم وإلى العناوين. القوات العراقية تدخل مركز ناحية حمام العليل جنوب الموصل وترفع العلم العراقي فوق مبانيه. تدابير الجيش السوري في دير الزور في ظل محاولة داعش إعادة انتشاره في عدة مناطق سورية على إثر الضربات التي يتلقاها في الموصل. الحرير ينهي استشارات نيابية حول تأليف حكومة جديدة في لبنان ومعلومات عن رسالة من الرئيس المكلف إلى السيد نصر الله. مسؤولون في أجهزة الأمن الأمريكية يحذرون من تهديدات إرهابية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية. وفي النشرة أيضا أفلام أيام قرطاج السينمائية تتخطى أسوار السجون لتبث الأمل والثقافة لدى من زلت بهم القدم. أهلا بكم. أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى اليوم أن القوات الأمنية العراقية دخلت مركز ناحية حمام العليل جنوب الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه. القوات العراقية كانت قد اقتحمت ناحية حمام العليل بإسناد من الطائرات العراقية من 4 محاور. ووفق مراسلنا فقد دخلت القوات العراقية قرية الصالحية الملاصقة لحمام العليل جنوب الموصل حيث نشبت اشتباكات عنيفة فيها. ومعنا من محور حمام العليل في الموصل موفد الميادين علي مرتضى، وأيضا ينضم إلينا من برطلة شرق الموصل موفد الميادين حازم كلاس. ولكن أبدأ معك علي، هل يمكن الحديث عن سيطرة كاملة على حمام العليل من خلال دخول القوات العراقية إلى المركز؟ نعم، يعني دخول القوات العراقية إلى داخل المركز ناحية حمام العليل كان قد سبقه تمهيدا بالصواريخ التي أطلقتها الطائرات العراقية، وكذلك عبر الإسناد الصاروخي الذي قامت به قوات الإسناد الصاروخي والتي استهدفت ناحية حمام العليل. بالفعل يمكن القول بأن القوات الأمنية العراقية قد استطاعت السيطرة على أحياء كبيرة من ناحية حمام العليل، ووصلت إلى مركز ناحية حمام العليل رفعت العلم العراقي فوقه، إلى أنه لا يمكن القول أنه تم تنظيف ناحية حمام العليل بالكامل من عناصر تنظيم داعش، إذ لا تزال تسمع بين الحين والآخر بعض الاشتباكات بحسب المصادر الميدانية التي أكدت بأنها اشتباكات مع خلايا نائمة للتنظيم داخل ناحية حمام العليل. كذلك والآن يعني على الهواء تقوم الطائرات العراقية المروحيات العراقية بقصف بعض التحصينات التي يتحصن بها القوات التابعة أو يتحصن بها مقاتلو تنظيم داعش داخل مدينة أو ناحية حمام العليل، وبالتالي فإن السيطرة التامة بمعنى أن الناحية أصبحت نظيفة بالكامل من تنظيم داعش لا يمكن القول بذلك حاليا، خاصة أننا نشاهد يعني مباشرة وبأم العين الاشتباكات التي لا تزال تندلع في المدينة وفي الناحية، والاستهدافات التي تقوم بها المروحيات العراقية، وكذلك الاشتباكات نعم. طيب المباشرة علي التي تحدث داخل الناحية. نعم علي، دعني يعني أنتقل معك الصورة. نعم تفضل. نعم، حتى فقط أفصل الصورة فإن القوات الأمنية العراقية استطاعت تحرير عدد كبير من الأحياء الغربية لناحية حمام العليل، يبقى بعض الأحياء الشرقية الملاصقة أو التي تكون إلى جانب نهر دجلة من الجهة الشرقية، هذه الأحياء لا تزال تتعرض للقصف ولا يزال يدور فيها اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية الممثلة بالشرطة الاتحادية والجيش وبين عناصر تنظيم داعش في تلك المناطق. نعم.
نعم علي، كنت تحدثت في رسائل سابقة عن أن تنظيم داعش قد اتخذ من عوائل القرى المجاورة دروعا بشرية، هل هناك معلومات عن المدنيين؟ صحيح، بحسب ما علمنا من مصادر عسكرية فإنه تم وقبل أيام تفريغ القرى المجاورة لحمام العليل وسوق العائلات إلى داخل الناحية بحسب هذه المصادر لجعلها دروع بشرية. بحسب ما علمنا الآن فإنه بمجرد أن بدأت العملية العسكرية أو بدأ التمهيد الناري فقد انسحبت هذه العائلات وسحبها أيضا تنظيم داعش باتجاه الشمال. البعض منها بالأمس رانا قد استطاع الإفلات من قبضة التنظيم والهروب إلى المناطق التي يسيطر عليها الدولة العراقية وبالتحديد إلى قرية القاهرة حيث استقبلتهم القوات الأمنية العراقية. ولكن بخصوص الوجود المدني الآن في ناحية العليل، هناك وجود مدني وليس وجود كثيف للمدنيين، وهناك بعض العائلات التي سحبت من الناحية باتجاه الشمال إلى مدينة الموصل، وهناك أخبار عن سحب أيضا عائلات إلى جهة الغرب يعني باتجاه تلعفر أيضا لعرقلة تقدم قوات الحشد الشعبي في ذاك المحور. نعم علي، دعنا ننتقل لو سمحت إلى الزميل حازم كلاس من برطلة. يعني حازم، لو تحدثنا عن التطورات في الجبهة الشرقية لو سمحت. نعم رانا، يعني بعد أن تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب على المحور الشرقي من تحرير وتطهير منطقة كوك جيلي التي تعتبر البوابة الشرقية لمدينة الموصل، تمكنت أيضا من تحرير 6 أحياء في هذه المدينة، يعني هي أحياء كركوكلي والقدس والزهراء وعدن والشقق الخضراء والكرامة. بحسب مصادر عسكرية اليوم يعني وتزامنا مع عمليات تطهير وتنظيف هذه الأحياء، هناك اشتباكات عنيفة تدور بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب وعناصر تنظيم داعش في هذه الأحياء، وهناك استعداد بعد تطهير هذه الأحياء من قبل قوات جهاز مكافحة الإرهاب للتقدم نحو حي فلسطين. طبعا هذه المعارك على هذا المحور الشرقي أسفرت بحسب القادة الميدانيين هنا في جهاز مكافحة الإرهاب إلى مقتل أكثر من 200 عنصر من عناصر داعش خلال اليومين الماضيين، وبطبيعة الحال أيضا تسببت بنزوح عدد كبير من المدنيين. وصل عدد النازحين على هذا المحور باتجاه مخيم الخازر إلى 9000 نازح. حركة النزوح اليوم تحديدا ضئيلة بعض الشيء، ربما بسبب نزوح الكثيرين خلال الأيام الماضية، وأيضا عنف اشتباكات الدائرة والتي هي أشبه بحرب شوارع تخوضها قوات عناصر نعم مكافحة حازم، هذا الإرهاب فيما خص في الجبهة الشرقية. نعم، هل من جديد على صعيد الجبهة الشمالية؟ في الجبهة الشمالية تواصل قوات الفرقة 16 بتطهير المناطق التي حررتها بعد أن تجاوزت منطقة الشلالات. وأيضا أود أن أوضح إلى أنه التقدم داخل مدينة الموصل بالإضافة إلى تقدم جهاز مكافحة الإرهاب على المحور الشرقي انطلاقا من برطلة وهذه الأحياء التي حررها بعد كوك جيلي، هناك تقدم لقوات الفرقة المدرعة 9 من المحور الجنوبي الشرقي، هي تعمل على تطهير حي الانتصار الذي تم تحريره، وتستعد للتقدم باتجاه أحياء أخرى، قد تكون هذه الأحياء حي الميثاق أو حي جديدة المفتي. بطبيعة الأحوال يمكن القول أن المشهد اليوم هو تثبيت للمواقع وتطهير مع اشتباكات عنيفة في محاولات مستميتة من داعش لعرقلة تقدم القوات الأمنية، ولكن القوات الأمنية والقادة الميدانيون يؤكدون أن التقدم سار وماضون حتى الوصول إلى مركز مدينة الموصل. شكرا جزيلا لك حازم مكلاس، كنت معنا من برطلة، وأيضا الشكر موصول لعلي مرتضى مفدى الميادين إلى محور حمام العليل. بعد تحرير عدد من الأحياء الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة الموصل، كاميرا الميادين تدخل حي الانتصار وتنقل الصور من هناك. حازم كلاس، نحن الآن داخل حي الانتصار، حي الانتصار جنوب شرق الموصل، هنا الزقاق 77. سنتجول في أحياء هذه المنطقة بعد أن قامت قوات الفرقة 9 المدرعة بتحريرها.
من حي الانتصار أرادت الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العراقي أن تسجل أولى انتصاراتها في الموصل. هنا ينتشر أفرادها فيما تتواصل الاشتباكات مع داعش عند خط التماس مع الأحياء الأخرى. العدو أنشأ سواتر ترابية وأنشأ خنادق وأنشأ منظومة موانئ. هسه ينطهر بالمنطقة من العبوات الناسفة من مخلفات داعش القذر. اللافت في تحرير حي الانتصار بقاء بعض سكانه داخله، لم ينزحوا تنفيذا لتعليمات القوات العراقية، لكنهم عاشوا فصول القصة بكاملها من احتلال داعش مناطقهم إلى تحريرها من قبل الجيش العراقي. أنا كنت بكره الدواعش كتير، خلصنا منهم كانوا هوني كنا منبوج كتير من عندهم. اللي كان عنده لحية كان ريزين لحيته كانوا ياخذوا منه غرامة ويجلدوه. والمدرسة ما كانت منيحة. احنا من طبع علينا جيش، هو بالبداية كان صعب علينا المواجهات من جهتين يعني، بس الحمد لله يعني جيش من عرف عوائل فما قام يقصفون البيوت يعني. بدقة يرصد الجيش العراقي محاولات داعش القيام بأي تحرك، تتقدم قطعاته داخل الأزقة في عملية تطهير وتمشيط لكل الشوارع والمنازل. هنا داخل حي الانتصار تخوض قوات الفرقة التاسعة في الجيش العراقي حرب شوارع تستهدف عناصر داعش، هذه جثث بعض عناصر داعش. هنا تماما يتم يعني التقدم شارع بعد شارع، القوات تحاول تطهير. الجيش العراقي في كل مكان هنا ويضرب بقوة عناصر داعش مواصلا تقدمه نحو مركز الموصل. حاليا انت وياي بر المعركه، ما بقى شيء حي الانتصار ونكمله. الان القطعات كلها تكمل تتقدم، وانت شفت الوضع مال قطعاتنا وابطال جنودنا الابطال شلون ينظفون منزل منزل ويدخلون على الحي الثاني ان شاء الله. رصد عناصر داعش واستهدافهم لدى محاولاتهم الالتفاف وضرب تقدم القوات العراقيه من الخلف لا يغيب هنا ايضا عن المعركة. حازم كلاس من حي الانتصار جنوب شرق مدينة الموصل الميادين. وفي مقابلة مع الميادين أوضح قائد العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب في الموصل اللواء الركن سامي العارض أن القوات العراقية لديها المعلومات عن مواصفات أسلحة تنظيم داعش خلال العمليات العسكرية المقبلة. الأساليب اللي استخدمها الآن هو النار غير مباشرة، استخدام الهاونات لربما مدفعية لربما قصف من مسافات بعيدة باستخدام الصواريخ الحرارية، هذا صحيح، لكن خلال العمليات اللاحقة إن شاء الله أثناء التقدم راح هذه المقاومات أغلبها تزاح، فإذا المدات تكون بعيدة بالنسبة للأسلحة المتوفرة لديهم، وإحنا لدينا المعلومات كاملة عن مواصفات أسلحتهم، فبالتأكيد أي تقدم هو راح يفقدهم المدى. أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إضافية من ولاية جنقيري باتجاه الحدود العراقية جنوب شرق البلاد. مصادر عسكرية قالت أنه تم إرسال العديد من ناقلات الجنود المدرعة المحملة على 35 عربة قطار. تركيا كانت قد أرسلت في الآونة الأخيرة تعزيزات عسكرية إلى مناطق مختلفة على حدودها مع سوريا والعراق في مسعى لضمان أمنها والاستعداد لأي طارئ وفق ما تقول أنقرة. يتخذ الجيش السوري تدابير عديدة في دير الزور من شأنها تحصين القوات الموجودة في ظل محاولة داعش إعادة انتشاره في عدة مناطق في سوريا على إثر الضربات التي يتلقاها في الموصل. يحاول تنظيم داعش القيام بإعادة انتشار لمقاتليه في عدة مناطق في سوريا. التنظيم تلقى ضربات موجعة على يد القوات العراقية في الموصل، ترافقت وتقديرات أمنية سورية روسية بأن أمريكا تخطط لسحب مقاتلي داعش من العراق وتركيزه في مناطق المواجهة مع الجيش السوري ولا سيما في دير الزور. في هذه المحافظة
تطوع قسم كبير من أبناء العشائر وسط معنويات مرتفعة للقتال إلى جانب الجيش السوري والقوات المؤازرة بهدف الدفاع عن مدينتهم من أي خطر لتمدد داعش فيها على حساب انسحابه من الموصل. تجتاح مقاتلي العشائر رغبة كبيرة في قتال التنظيم للانتقام منه ردا على المجازر التي أودت بحياة المئات من أبناء العشائر في بداية احتلال داعش مناطق بريف دير الزور الشرقي، لا سيما عشيرتي شعيطات والبوسرايا. القيادة العسكرية في دير الزور من جهتها اتخذت تدابير عديدة تضمنت تحصين القوات الموجودة. خلال الأيام الماضية جرى تدمير نفقين في حيي الصناعة والحويقة لمنع تسلل المسلحين والسيارات المفخخة عبر نهر الفرات إلى الأحياء الآمنة في المدينة، كما تم تأمين خطوط دفاع مهمة في حي الرشدية الهام لتحصين مواقع الجيش في المدينة مع تحصين الدفاعات عن المطار العسكري، مشابهة لما كانت عليه في تلال الثردة التي سقطت بيد داعش إثر الغارات الأمريكية على مواقع الجيش هناك. يدرك الجيش السوري الخطر الذي يشكله داعش، وهو لذلك عزز الغارات والطلعات الجوية لرصد تحركات التنظيم واستباقا لمخططات أمريكية تهدف إلى إنهاء وجود الجيش السوري في دير الزور للتفرد بالنفوذ في الشمال والشرق السوريين كمناطق نفوذ أمريكية غنية بالنفط والغاز. خرق المسلحون الهدنة التي أعلنت في مدينة حلب وقصفت المجموعات المسلحة مناطق في الكاستيلو شمال المدينة. وفي المحور الغربي أدى القصف إلى جرح جنديين روسيين بحسب وزارة الدفاع الروسية. الأمم المتحدة قالت أنه ليس بوسعها استغلال الهدنة لإرسال المساعدات لكونها لا تملك الضمانات الأمنية اللازمة. المسلحون منعوا مجددا المدنيين من مغادرة أحياء حلب الشرقية. منعهم من الاتجاه إلى المعابر ونصبوا حواجز بالطرقات المتوجهة لاتجاه المعابر، وتم تفريقهم أمام المعابر بقوة السلاح من قبل جبهة النصرة وحركة أحرار الشام. في ناس مرضى هناك، في ناس تعبانين. لدينا ناس بحاجة لتطبيب مريضة، وفي ناس أوضاع صحية كتير سيئة لدرجة أنه توسطون حتى بالمصاري فمنعون. عدد المدنيين يقدر في تلك المناطق ب 250 ألف مدني، الجميع بلا استثناء يرغب بالخروج من المناطق الشرقية، كون أنه جميعنا يعلم أن حالة إرهاب موجودة من قبل جبهة النصرة وباقي الفصائل الموجودة في تلك المناطق. هذا ونشر الإعلام الحربي مشاهد جديدة عن الاشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في محيط الثكنة المهجورة بين داعل وأبطع في ريف درعا الشمالي. دخلت الفرقات الروسية الأميرال غريغوروفيتش مياه البحر المتوسط لتعزيز مجموعة السفن الحربية الروسية قرب سواحل سوريا. الفرقات قادرة على حمل 8 صواريخ مجنحة من نوع كالبر على متنها و36 صاروخا موجها مضادا للجو. كما دخلت مياه المتوسط سفينة الإنقاذ نيوكلاي مورو لتنضم إلى المجموعة البحرية الروسية هناك.
أنهى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري استشارات نيابية حول تأليف حكومته الجديدة. الحريري التقى نوابا من كتل نيابية عدة، منها كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة الطشناق، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين. وتشير الأنباء إلى أن الحريري ينحو إلى تشكيل حكومة وفاق وطني من 30 وزيرا. مراسل الميادين أشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف بعث برسالة إلى السيد حسن نصر الله مع نواب كتلة الوفاء للمقاومة، فيما رحب النائب في الكتلة محمد رعد بطرح حكومة الوفاق الوطني. خلال الاستشارات رحبنا بطرح حكومة الوفاق الوطني التي تجمع فعاليات لبنان ولا تستثني أحدا، وأكدنا على أهمية هذه الحكومة وعلى أولوية الاهتمام ولو خلال الفترة المتبقية أولا بالوضع المعيشي للمواطنين، ثم بتعزيز الوضع الأمني والاستقرار وما يحتاجه إلى موجات دعم، التأكيد على قانون انتخاب جديد يحقق أشمل وأعدل وأصح تمثيل للبنانيين جميعا. الحريري وبعد أنهى استشارات نيابية لتأليف الحكومة أكد أن الأجواء إيجابية. ما حدا عطاني أي فيتو، وما أظن أي قوى أو قوى سياسية بتحط حالة بموقف تحط فيتو على الآخرين. يعني شوفوا، خليني أقول لكم شغلة واحدة، الكتل النيابية عندها أحجام صح ولا لا، وبدأت تمثل بالمجلس الوزراء، وإن شاء الله يعني أنا اللي بدي أقوله، شوفوا في جو إيجابي كتير كبير بالبلد منذ انتخاب الرئيس ميشيل عون، فبتمنى على الجميع أنه نواكب هذا الجو بالإيجابية، بعدم أنه نقول أنه والله حتتأخر وكل كل كتلة عم تطالب بأكبر يعني حصة، واللي هو طبيعي. ومن بيروت ينضم إلينا مراسل الميادين عباس صباغ. إذن عباس، أجواء إيجابية سادت الاستشارات النيابية، ولكن هل هناك من تسريبات حول مطالب الكتل النيابية، وماذا عن الخطوة التي تلي هذه الاستشارات؟ نعم رانا، بعد قليل، بعد قرابة الساعة من الآن، يتوجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى القصر الرئاسي في بعبدة ليطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على حصيلة استشاراته النيابية غير الملزمة مع الكتل النيابية. طبيعة الحال كل الكتل التي تلقاها الرئيس سعد الحريري، أولا أشاعت أجواء إيجابية عن سهولة يعني التأليف، وبالتالي سنشهد حكومة قريبة في لبنان إذا ثانيا القوى السياسية أكدت على ضرورة إنجاز قانون للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في مطلع الصيف المقبل. كذلك نقطة مهمة، كل القوى السياسية أكدت على ضرورة إقرار قانون يؤمن عدالة التمثيل لأوسع طيف من القوى السياسية، وبالتالي الجميع يتحدث عن النسبية، بأن تعتمد النسبية في الانتخابات المقبلة. ثانيا رانا، المهمة الأساسية أمام هذه الحكومة هي حكومة انتقالية، هي ستستمر لقرابة 6 أشهر، تجري الانتخابات النيابية، تقر الموازنة العامة للبلاد، و ترطيب الأجواء لإجراء انتخابات ضمن جو هادئ بعد التوافق السياسي الكبير في لبنان والاتفاق حول العهد الجديد. أخيرا هذا العهد يعني على يعني هناك زيارات مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني. نعتذر عن انقطاع الاتصال مع عباس صباغ، بكل الأحوال شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت. إذن النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. تواصل الاحتجاجات على مقتل بائع سمك في المغرب. أهلا
أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن القناعة الإيرانية تزداد أكثر بأن خيار المحادثات النووية الذي اختارته طهران كان صحيحا. روحاني أضاف خلال كلمة ألقاها في معرض الصحافة الإيرانية أن العالم كله باستثناء إسرائيل وأحدى دول المنطقة أقر بالنجاح الذي حققته الدبلوماسية الإيرانية في هذه المحادثات وما حملته من نتائج. فيما عدا الكيان الصهيوني وإحدى دول المنطقة التي اختارت طريقا أعوج لسياستها الخارجية، ليس هناك بلد في العالم اعترض على ما حمله الاتفاق النووي من نتائج إيجابية. فالكيان الصهيوني يقول إن إيران حققت نصرا كبيرا، والآخر يقول إن إيران خدعت العالم بهذا الاتفاق. العالم كله يقر بالنجاح الذي حققته الدبلوماسية الإيرانية في المحادثات النووية، وكل يوم تزداد قناعتنا بأن خيار المحادثات النووية الذي اخترناه كان صحيحا. بطبيعة الحال النهوض بالوضع الاقتصادي بعد 10 سنوات من العقوبات بحاجة إلى جهود متواصلة ولن يتحقق بين ليلة وضحاها. والآن إلى ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية وآخر تطورات المنافسات في الولايات المتحدة الأمريكية، نتابعها مع زميلتي وفا العام. أهلا بك وفا وإليك. شكرا لك رانا. أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة بالانتخابات الأمريكية، حيث حذر مسؤولون في أجهزة الأمن الأمريكية من احتمال أن يكون تنظيم القاعدة يخطط لشن هجمات إرهابية في ولايات كبرى عديدة يوم الانتخابات الرئاسية في البلاد. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي وشرطة نيويورك أنهم يأخذون تهديدات على محمل الجد، حيث يتم تقييم مصداقية أي هجوم محتمل ومراجعة معلومات تفيد بأن جماعة مسلحة تخطط لضرب نيويورك وتكساس وفرجينيا. كما قامت أجهزة الأمن بتحذير هيئة موانئ ومطارات نيويورك ونيوجيرسي. سخر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بالقول أنه لا يمكن أن يكون شخص ما قائدا عاما للقوات المسلحة لا يعرف الفرق بين العراق وإيران وبين ليتوانيا ولاتفيا. أوباما في كلمة له خلال حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا قال أن سمعة الولايات المتحدة على المحك، طالبا التصويت لصالح كلينتون. إلى ذلك أكدت مؤسسة كلينتون الخيرية أنها قبلت هدية قيمتها $1,000,000 من قطر أثناء عمل هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية الأمريكية. وتعهد المسؤولون القطريون بتقديم هذا المبلغ عام 2011 بمناسبة عيد ميلاد بيل كلينتون 65. وقد نشرت هذه الرسالة الشهر الماضي مجموعة ويكيليكس ضمن آلاف الرسائل التي تم اختراقها من حساب بودستا. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل ميادين محمد كريم. أهلا بك محمد، ضعنا في صورة الأجواء والتحضيرات للانتخابات الأمريكية. نعم وفاء، بالتأكيد الأجواء الآن هي محمومة بشكل كبير الآن، وسخونتها بدأت تبرز أكثر وأكثر خصوصا مع اقتراب موعد الاقتراع الثلاثاء المقبل. لم يتبقى هنالك سوى 4 أيام قليلة أو 3 أيام، وبالتالي هنالك تصويت مبكر ارتفع في هذا اليوم تحديدا، خصوصا وأن اليوم هو عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، وبالتالي معظم الأمريكيين بدأوا أو ذهبوا إلى مراكز الاقتراع. حتى الآن النسب التي خرجت من المصادر الرسمية أن هنالك 30% تقريبا من الأمريكيين صوتوا إلى حد هذا اليوم يوم الجمعة. نسبة أو عدد من صوت بحسب الإحصائيات الأولية وصل إلى 33 مليون أمريكي ممن أدلوا بأصواتهم في مختلف الولايات عبر البلاد. لكن هنالك أيضا نقاط بدأ المحللون ووسائل الإعلام الأمريكية أيضا يركزون عليها
ألا وهي موضوعة لربما تعرض النظام الانتخابي الأمريكي الإلكتروني تحديدا إلى محاولات من قبل قراصنة لربما للتلاعب بنتائج تلك الانتخابات عبر التأثير على نسبة التصويت من خلال بعض النقاط التي يمكن أن تحصل في هذا النظام. البعض تحدث لربما عن حصول تغييرات في مراكز المسجلين، لأن هنا النظام في الولايات المتحدة يعتمد على أن الناخب الأمريكي عندما يريد أن ينتخب هو يسجل، والدائرة الانتخابية أو المسؤولين عن الانتخابات هم من يحددون مكان الناخب، وبالتالي هو لا يعرف أين سينتخب، ومن هنا تأتي المخاوف أن ربما ستحصل عمليات تلاعب في أماكن إدلاء الأصوات بالنسبة لهؤلاء الناخبين وتحديدا في يوم الانتخابات. طبعا الـ FBI وفى هو تحدث بهذه النقطة ونقاط أخرى موضوعة الاختراق، وأكد بأن هنالك محاولات ستكون موجودة، هذه المحاولات من أجل اختراق النظام الانتخابي الإلكترونيا للولايات المتحدة. هنالك مخاوف أيضا لربما من انقطاع الإنترنت، لربما أيضا ستحصل، لكن في المقابل أيضا في موضوع آخر لربما الحماسة وفى في وشاهدناها من خلال مراكز الاختراع، الحماسة لدى مؤيدي ترامب هي أعلى بشكل واضح من الحماسة لمؤيدي هيلاري كلينتون، وبالتالي هنالك بالفعل تصويت لهيلاري كلينتون ونسب لربما مرتفعة قياسا بترامب وإن كانت متقاربة، لكن من ينتخب ترامب هو يختلف بحماسته لمن ينتخب كلينتون، وهذا ما دفع لربما بالرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى زيادة عدد جولاته الانتخابية دعما لهيلاري كلينتون. هنالك 3 ولايات سيقوم بزيارتها الأسبوع المقبل، وجميعها هي الولايات الحاسمة، وبالتالي بالفعل هنالك لربما تقارب في النتائج، وهنالك أيضا لكن الحماسة متباينة ما بين الطرفين وفاء. كل الشكر لك محمد كريم مراسل ميادين، كنت معنا من واشنطن. نحو 1,000,000 ناخب عربي ومسلم يتوزعون على الولايات المتحدة أو الولايات الحاسمة في الولايات المتحدة في أوهايو وفلوريدا وبنسلفانيا وفرجينيا وميشيغان، فهل لهذه الأصوات تأثير فعلي في ترجيح كفة الرابح في هذا السباق الرئاسي؟ محمد كريم. منافسة محتدمة بين هيلاري وترامب للظفر بالبيت الأبيض. السباق يحتد مع اقتراب موعد الاقتراع، مشهد سياسي مشحون شكلت فيه الجالية العربية والمسلمة وقضايا الشرق الأوسط عناوين بارزة، عناوين حفزت ما يقارب 1,000,000 ناخب عربي ومسلم على الاستعداد للإدلاء بأصواتهم في الولايات الحاسمة الثلاثاء المقبل. نأمل أن تكون الجالية العربية قوية كي تستطيع أن تساعد الدول العربية، ونأمل أن يكون لنا نفوذ سياسي في هذا البلد، لأنه هذا ما يعني يحدد مسار السياسة الخارجية الأمريكية في العالم العربي بالذات. نأمل من كلينتون أن تضم إدارتها مسلمين أيضا، وأن تفي بوعودها للشعب الأمريكي الذي ضاق ذرعا بالحروب وبتداعيات المساعدات الأمريكية لإسرائيل. قلق شديد يعتلي أبناء الجالية العربية في الولايات المتحدة والتي يصل تعدادها إلى 4 ملايين، فمع ارتفاع منسوب خطاب الكراهية فإن الخشية من زيادة الجرائم العنصرية بحق المجتمع المسلم قد تكون حاضرة إلى ما بعد الانتخابات، يقول آخر. هناك خشية إذا فاز دونالد ترامب، وهناك خشية إذا خسر دونالد ترامب. إذا فاز هناك تخوف من تنفيذ وعيده ضد المسلمين، وهناك أيضا خشية لو خسر أن يكون هناك أعمال عنف من أتباعه وبتحريض منه. هذا وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحجم الانتخابي للجالية العربية والمسلمة يبلغ نحو 1,000,000 صوت، يتجه 70% منها لدعم هيلاري مقابل 30% مع ترامب. تقارب نتائج استطلاعات الرأي للمرشحين في معركة الولايات الحاسمة سيجعل لأي كتلة انتخابية مهما كانت صغيرة دورا فاعلا. من هنا فإن الجالية العربية تتمنى من الفائز بغض النظر عمن سيكون أن ينظر بتقدير لصوتها. محمد كريم، واشنطن، الميادين. كيف يمكن قراءة رؤية الإدارة الأمريكية تجاه المنطقة العربية، وما هي سياسة كل من المرشحين تجاهها؟ غراسيا بيطار.
ثماني سنوات من عهده الرئاسي أنضاها باراك أوباما محاولاً أن يوقف المسار الانحداري لصورة أمريكا كقطب أحادي في العالم. أول رئيس لأمريكا من أصول إفريقية حافظ على مسلمات بلاده تجاه المنطقة، أمن إسرائيل في الدرجة الأولى، شبه احتكار للبترول ومكافحة الإرهاب، عنوان تبرر واشنطن بموجبه أي تدخل لها في هذه الدولة أو تلك، ودائماً وفق استنسابية المعايير الخاصة بها. خلال ولايته التزم بوعده بعدم الدخول في أي حرب ثالثة، لكن طيفها لم يغب عن المشهد في أواخر أيام عهده. قلص عديد جنوده إلى حين إلى نحو 10,000 جندي في كل من العراق وأفغانستان، من دون أن يعني ذلك أنه أنهى الحرب في هاتين الدولتين. هلل لما سمي بالربيع العربي، لا بل إن الإدارة الأمريكية هي التي روجت لتعبير أرب سبرينغ. استثمرت الربيع في مصر وتونس، فرضته فرضا في ليبيا والعراق، وقررت استخدامه ورقة بيدها في سوريا. الأزمة السورية ما زالت تترنح على وقع اتفاق روسي أمريكي لا يكاد يصعد إلا ويسقط مجددا. وعلى الخطى نفسها تبدو هيلاري كلينتون الديمقراطية تعتزم السير إذا ما فازت بالرئاسة، حتى أنها كانت أكثر وضوحا بكشفها صراحة عن مشروع أمريكا القاضي بتكديس داعش في سوريا. أما دونالد ترامب فيؤثر الاحتفاظ بسرية مشروعه لمكافحة داعش، وبين المعلن والمستتر من المشاريع الرئاسية الأمريكية تتبدى بوضوح صحة كلام الرئيس السوري بشار الأسد عندما تحدث عن الاختيار المقتصر على السيء والأسوأ. القضية الأم في المنطقة أي عملية السلام لا اختراقات أمريكية تذكر فيها. ومع السعودية كادت جاستا أن تطيح العلاقة التاريخية بين واشنطن وثاني أكبر حليف لها في المنطقة، لكن البنيان اهتز ولم يقع. وأمام تدهور الأوضاع في كل ملفات المنطقة تبرز دعوات لخبراء أمريكيين يقترحون على الإدارة الجديدة التراجع خطوة، من دون أن يعني ذلك العزلة، بل فك الارتباط الاستراتيجي ووضع الإقليم في مكانة متأخرة في قائمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية. من هم أبرز الرؤساء الأمريكيين منذ عام 1789 حتى عام 1963؟ هبة الله بيطار. 35 رئيسا تعاقبوا على حكم الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1789 حتى عام 1963. محطات تاريخية في السياستين الداخلية والخارجية مرت على هؤلاء الرؤساء، وأبرزهم جورج واشنطن أول رئيس أمريكي الذي تحمل عاصمة البلاد اسمه. كان لجهوده قبل حكمه وخلاله أثرا كبيرا في الشكل الحالي للولايات المتحدة، فقد ترأس لجنة صاغت الدستور الأمريكي الحالي وعمل جاهدا من أجل إقرار النظام الفيدرالي في البلاد. أبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي 16 وأول رئيس أمريكي يلقى حتفه بالاغتيال. نهض لينكولن نظام العبودية، الأمر الذي دفع عددا من الولايات إلى إعلان الانفصال عن الاتحاد، وقاد إلى حرب أهلية استمرت 4 سنوات وانتهت بخسارة الانفصاليين وإنهاء العبودية في البلاد. تيودور روزفلت تدرج في العمل الحكومي إلى أن دخل البيت الأبيض عام 1901، وضع قانون استصلاح الأراضي وعزز الرقابة الحكومية على المصارف والشركات الكبرى. سياسته الخارجية تميزت بالانفتاح، ووساطته لإنهاء الحرب الروسية اليابانية منحته جائزة نوبل للسلام. فرانكلين روزفلت عمل على وضع برامج إصلاحية صناعيا وزراعيا ومصرفيا للخروج من تداعيات أزمة العام 29، وخارجيا سجل له الموقف بالاعتراف بالاتحاد السوفيتي وإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين، كما قرر الانخراط في الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء. وتحت مسمى سياسة الجيرة الطيبة ألغى التعديل الدستوري الذي كان يسمح لبلاده بالتدخل في شؤون كوبا الداخلية.
دوايت أيزنهاور صاحب مبدأ أيزنهاور الشهير الذي يحدد الإطار العام لاستراتيجية بلاده في الشرق الأوسط الهادف لاحتواء تمدد نفوذ الاتحاد السوفيتي. أنهى الرئيس 34 الحرب الكورية خلال عهده وعزز الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي. جون كينيدي أحد أكثر الرؤساء الأمريكيين شعبية وصل إلى سدة الحكم خلال الحرب الباردة. في فترة حكمه جرت عملية غزو خليج الخنازير بهدف إسقاط حكومة كاسترو ونشبت أزمة الصواريخ الكوبية. كينيدي اغتيل بالرصاص في أحد شوارع مدينة دالاس. إلى هنا وتنتهي نافذتنا على الملف أو ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعودة لمتابعة الظهيرة مع زميلة رانا أبي جمعة. تفضلي رانا. شكرا لك وفا. أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية غاراتها على مواقع تنظيم داعش في ليبيا بحسب ما ذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية. يأتي ذلك بعد يوم على استخدام البحرية الأمريكية مروحيات هجومية من نوع سوبر كوبرا لتنفيذ هجمات على مواقع المسلحين في سرت. وتندرج هذه العمليات تحت إطار قرار البنتاغون في أغسطس آب الماضي مساعدة حكومة الوفاق الليبية في حملتها ضد داعش. أسبوع من المظاهرات الشعبية المستمرة في عدد من المدن المغربية ولا سيما مدينتا الحسيمة والناظور، وذلك احتجاجا على مقتل محسن فكري بائع السمك الذي قضى سحقا داخل شاحنة نفايات فيما كان يحاول إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة. تقرير هبة محمود. متواصلة هي مسيرة الغضب المغربي على مقتل بائع السمك محسن فكري، ما بدأ كقضية إنسانية تعاطف معها الناس يجب أنه سيستمر كقضية رأي عام تحمل مطالب الشارع المغربي. يرى هؤلاء في فكري المسحوق داخل شاحنة نفايات وهو يحاول إنقاذ بضاعته المصادرة شبها بهم، فيصرخون رافضين السحق تحت براثن الفساد والمظلومية. خارجين للتنديد بالجريمة الشنعاء التي ارتكبت في حق الشهيد محسن فكري. نحن نستنكر بشدة هذه الجريمة لأنها جريمة مع سبق الإصرار والترصد. يطالبون بإقالة وزير الداخلية، فتستجيب السلطات المغربية موجهة بالفعل تهمة القتل الخطأ لأحد عشر شخصا بينهم مسؤولان في وزارة الداخلية واثنان من مسؤولي الصيد المحليين ورئيس مصلحة الطب البيطري في الحسيمة. فالملك محمد السادس أعطى تعليماته لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث. لم تشفي الإجراءات الحكومية غليل الغاضبين، استمرت الحشود بالتجمع، وإضافة إلى الشعارات الغاضبة في المظاهرات أضيء ليل الحسيمة بالشموع الحزينة في مسيرات صامتة جلت شوارع هذه المدينة الشهيرة بتاريخها المعارض، فهي عاصمة منطقة الريف التي تعد منذ فترة طويلة معقلا للتمرد منذ خمسينيات القرن الماضي. وإلى الناظور البعيدة عن الحسيمة 130 كيلومترا شرقا توحدت الشعارات العربية والأمازيغية مطالبة بمحاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة والكرامة في إطار سلمي وفي بلد تقل فيه الاحتجاجات السياسية. يحرص القائمون على أيام قرطاج السينمائية على دخول المهرجان إلى السجون التونسية. الميادين واكبت عرض فيلم زهرة حلب داخل أحد سجون النساء، وهو فيلم يتناول توجه الإرهابيين إلى سوريا. مراد الدلنسي. أفلام أيام قرطاج السينمائية تتخطى أسوار السجون لتبث الأمل والثقافة لدى من زلت بهم القدم. فمن بين ظلمة قاعة العرض البسيطة تتسرب أنوار من الحرية والتفكير والوعي عبر ملامح كلمات ممثلين شاركوا في بطولة الفيلم التونسي زهرة حلب.
بالنسبة لي هذه مبادرة فريدة من نوعها في المنطقة، تعبر عن تونس التي نتمناها والتي نريد أن نراها. أنا اليوم شهدت حاجة يمكن 6 سنين التالي لا يمكن كنت أن أراها، عرض فيلم تونسي داخل أسوار سجن تونسي. فنحب نشكر أيام قرطاج السينمائية. فيلم زهرة حلب يروي معاناة العائلات التونسية نتيجة تجنيد وتسفير أبنائها للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا. اختيار هذا الفيلم لعرضه داخل سجن النساء في تونس ليس اعتباطيا، في ظل تقارير عن ظاهرة استقطاب السجناء من قبل إرهابيين. هي ظاهرة كما نعرف متفشية وأسبابها وخيمة بالنسبة خاصة للشباب التوانسة، وتخلي السجين ولا السجينة يعرفوا نتيجة الوخيمة اللي وراها عملية الاستقطاب. هنا يختلط التثقيفي بالترفيهي، فمهما يكون اسم الفيلم أو أبطاله فإن للقاء السجين بممثلين وأعلاميين وقع خاص يخرجه لساعات قليلة من وطأة السجن. فما شكون مشى لسوريا وقعد أم والبو متعذبين وراهم. يذكر أن هذه الدورة من أيام قرطاج السينمائية شهدت عرض 6 أفلام داخل السجون التونسية. يهدف القائمون على أيام قرطاج السينمائية وناشطو المجتمع المدني إلى إيصال الأفلام إلى كل الفئات الاجتماعية بما فيهم السجناء، بادرة بدأت منذ سنوات وأخذت بالتطور من دورة إلى أخرى. مراد الدلنسي من أمام سجن سوسة الميادين. في مدينة قسنطينة نتوقف عند انتشار أطباق شعبية لا تزال رائحتها تعبق داخل الشوارع العتيقة. أسامة عبد النور يعرفنا في تقريره على طبق الحمص والحلوى السكرية. هنا بقلب قسنطينة مدينة الجسور المعلقة، وفي هذا الحي الشعبي المعروف برحبة الجمال تشتهر الأطباق الشعبية كطبق الحمص، سحر في المذاق وأكلة للفقراء. تستقبلك رائحتها الزكية ما إن تطأ قدماك شوارع قسنطينة العريقة. هنا وسط هذه الضجة والصياح الباعة يطهى طبق الحمص على نار الفحم الهاتئة. خويا طبق الحمص هذا من بكري مشهور في مدينة قسنطينة، وأخذناه عن جدودنا كما يقولوا أبائنا علمونا هذه المهنة، ورانا كما نقولوا أولادنا أولاد أولادنا ندربوهم نعلموهم طبقة الحمص هذا. والحمص هذا مشهور من بكري، يقول لك حمص قسنطيني يدوب الزيت. معناتها نحطوا له البصل، نحطوا له الثوم، نحطوا له المعدنوس، الكمون، يطيب كما نقولوا يطيب على الفحم. أكلة الحمص أو كما تسمى محليا دوب الزيت تستهلك مع الساعات الأولى للصباح، طبق يستقطب عشاقه من كل حدب وصوب. القسنطينية كامل على الصباح يصبحوا يصليوا الفجر ويجيوا هذاك، لأن الحال هنا بارد ياسر، وكي ياكلوا يشوفوا لأن يستعملوا لها الزيت. الزيت خاصة هذا الزيت يسخن الجسم تاع الإنسان. غير بعيد عن رحبة الجمال وفي منحدرات رحبة سيدي جليس، ما زالت الحلوى السكرية التقليدية تقاوم الزمن وترسم الفرحة على وجوه الصغار. الحلوى هذه ولدت عند جدودي وعند بابا. عندي صافي درك كيما انا عندي 30 سنة وانا في الحانوت هذا نخدم في الحلوى. نخدموا الحلويات هذه التقليدية، هذه عيطوا لها سكر غورش. نخدموا المجبود مطارق، نخدموا النوقة، نخدموا الجوزية،
نخدموا الفندق. الأطباق الشعبية في مدينة الصخر العتيق تعبر عن تمسك أهلها بتاريخهم وعبق أجدادهم الأولين. من مدينة قسنطينة شرق الجزائر، أسامة عبد النور، الميادين. والآن إلى فقرة الرياضة وزميلتي أماني مهنا. أهلا بك يا أماني وإليك. شكرا رانا. أهلا بكم. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على مضيفه طنطا في ختام المرحلة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم. التونسي علي معلول سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء ليقود فريقه إلى الفوز بعد تعادلين. الأهلي رفع رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن مصر المقاصة الذي يملك مباراة مؤجلة. بدوره حقق الزمالك فوزا صعبا على ضيفه المصري البورسعيدي بهدف وحيد سجله أحمد جعفر. فريق القلعة البيضاء رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر ويملك 4 مباريات مؤجلة. في الأخبار العالمية، لقاء بين الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم سيكون عنوانه المواجهة بين نجمي برشلونة ليونيل ميسي ونيمار. المهاجم البرازيلي أطل عبر قناة برشلونة التلفزيونية للحديث عن اللعب أمام صديقه وزميله في الفريق. إطلالة نيمار قبل 5 أيام على المباراة تهدف إلى تخفيف الحدة بين الجماهير، فغالبا ما تقع أحداث مؤلمة خلال مباريات البلدين. ستمثل تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم عودة للمهاجم رادامل فالكاو إلى تشكيلة منتخب كولومبيا. النمر الكولومبي غاب عن الفريق الوطني لأكثر من عام وتحديدا في مواجهة الأوروغواي. فالكاو قاد فريق موناكو الفرنسي للفوز على سيسكا موسكو في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا حين سجل ثنائية. ابن 29 عاما كان قد عانى مطولا من إصابة في ركبته أجبرته على الابتعاد عن المستطيل الأخضر لأشهر عديدة. بعد التداول الإعلامي عن العلاقة السيئة بين خميس رودريغيز والمدرب زين الدين زيدان، خرج اللاعب لينفي الموضوع من أساسه. نجم ريال مدريد استغل إطلالته التلفزيونية لينفي كل الشائعات حول خلافه مع زيدان، مؤكدا أن مشاركته المتقطعة لا تؤثر على علاقته مع المدرب الفرنسي. المهاجم الكولومبي أبدى استياءه من الصحافة بسبب تداولها أخبارا كاذبة، لدرجة أنها تحدثت عن وزنه الزائد بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء. وصل أندري فياش بواش إلى الصين لتسلم مهامه الجديدة على رأس الجهاز الفني لفريق شانغهاي. المدرب البرتغالي سيصبح من الأعلى أجرا في العالم بتقديه 13,700,000 دولار سنويا. ابن 39 عاما قال لدى وصوله إن تجربة مختلفة بانتظاره، واعدا الجمهور بالمنافسة على 3 ألقاب وهي الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا. يذكر أن بواش حصل على شهرته بعد إشرافه على توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين. مع هذا الخبر نختم الموجز الرياضي. أعود إليك رانا. شكرا لك يا أماني. ونحن نعود إلى عناوين النشرة. القوات العراقية تدخل مركز ناحية حمام العليل جنوب الموصل وترفع العلم العراقي فوق مبانيه. تدابير للجيش السوري في دير الزور في ظل محاولة داعش إعادة انتشاره في عدة مناطق سورية على إثر الضربات التي يتلقاها في الموصل. الحريري يني استشارات نيابية حول تأليف حكومة جديدة في لبنان ومعلومات عن رسالة من الرئيس المكلف إلى السيد نصر الله. مسؤولون في أجهزة الأمن الأمريكية يحذرون من تهديدات إرهابية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية. وكان في النشرة أفلام أيام قرطاج السينمائية تتخطى أسوار السجون لتبث الأمل والثقافة لدى من زلت بهم القدم. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.